وبدايتنا من أخبارنا المحلية والمنتخب الوطني، والمحترفون ينضمون لمعسكر المنتخب وتريزيجيه يصل غدا. انضم اليوم رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي وأحمد المحمدي لاعب هال سيتي الإنجليزي ومحمد عبد الشافي مدافع أهلي جدة السعودي، ثم يتبعه مساء اليوم أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براغا وعمرو وردة، فيما يصل محمد صلاح نجم روما الإيطالي ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب موسترون البلجيكي غدا الثلاثاء للانضمام لمعسكر الفراعنة. وكان المنتخب الوطني قد دخل مساء أمس معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غانا المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا،